وحول معاناة نازحي الفلوجة بعد عودتهم التي يصفها المراقبون بأنها قسرية، ينضم إلينا أحمد الجميلي، صحفي عراقي عبر الهاتف من بغداد. أهلا بك معنا سيد جميلي. حياك الله. مرحبا سيد جميلي، يعني كما تعلم عاد بعض أهالي الفلوجة إلى ديارهم. بداية، ما الذي دفع هؤلاء إلى العودة رغم الوضع الذي يعني يصفه المراقبون ومنظمات حقوق الإنسان بأنه خطر؟ نعم، أعتقد أن الذي أجبر هذه العوائل على الخروج من المخيم هي الظروف القاهرة التي أجبروا عليها، حيث تم إخراجهم بالقوة بحسب ما علمنا من مصادر محلية وكذلك منظمات إنسانية كانت تعمل في هذه المخيمات. يوم أمس كنت على تواصل مع أحد أعضاء هذه المنظمات وأكد لنا بأن قيادة عمليات الأنبار وفرع وزارة الهجرة بالإضافة إلى موظفين من محافظة الأنبار أجبروا مئات العوائل على حزم حقائبهم والاستعداد لمغادرة مخيم الحصانية عند صباح هذا اليوم. وبالفعل اليوم توجهت باصات كبيرة تحت حماية قيادة عمليات الأنبار وأخرجوا مئات العوائل وأرسلوهم إلى مناطق التي كانوا يسكنوها في أطراف ناحية الجنة وكذلك في غرب العراق وأيضا في منطقة جراح بيلا. نعم سيد، علمنا أيضا نعم سيد جميلي، يعني هؤلاء بعد عودتهم ما هي أوضاعهم؟ أقصد أهالي الفلوجة. الأوضاع يعني أقل وصف ممكن أن نصف به أوضاع هذه العوائل بأنها أوضاع مأساوية، حيث أن معظم أغلب هذه العوائل لا يمتلكون دور سكنية، منازلهم سويت في الأرض بفعل العمليات العسكرية التي شهدتها مناطقهم. كما أن أغلب هذه العوائل وكما علمنا منهم شخصيا أغلب هذه العوائل يسكنون في مناطق ما زالت ميليشيات الحشد تسيطر عليها، وبالتالي يعني هذه العوائل أخرجت من مخيمات الحبانية وأرسلت إلى هذه المناطق، والآن هم في أغلبهم في الشوارع أو أن بعضهم قد وجد مأوى مؤقت عند صديق أو عند قريب له في هذه المناطق حتى يجد حل لإيجاد مأوى لعائلته. سيد الجميلي، يعني بالنسبة للحكومة هل هناك غياب لأي دور للحكومة؟ يعني نعلم أن يعني تلتزم في هذه الحالة الحكومة بتقديم ما يلزم الأهالي من أمن وبنية تحتية ربما وخدمات. لا يوجد أي دور للحكومات المحلية وكذلك الحكومة المركزية. هذه العوائل ومنذ أكثر من 3 سنوات تطالب بمبالغ التعويضات التي جراء تدمير منازلهم بفعل العمليات العسكريه، ولحد الان مبالغ التعويضات مجمده ولم يتم صرفها لهذه العوائل الا انها صرفت فقط لبعض عوائل المتنفذين والمسؤولين في منطقه البعيفان وكذلك بعض المسؤولين في مدينه الرمادي، بينما تركت هذه العوائل التي لا تمتلك واسطات فريسة المخيمات التي تفتقر لأبسط مقومات العيش الإنساني. هذه الحكومة لن تقدم لهم أي شيء، فقط يريدون أن يسجلوا إنجازا إعلاميا فارغا ويتركوا هذه العوائل تعاني من عدم امتلاكها لمسكن يأويها وكذلك عدم امتلاكهم للمبالغ التي بالامكان اعمار منازلهم والعوده الى مناطقهم بشكل امن. سيد الجميلي، يعني بالاضافه لمعاناه اهل الفلوجه كما تعلم والعائدين او المقيمين، فهناك ازمه للاباء الذين يولد لهم اولاد مشوهين، فبحسب مستشفى الفلوجة هناك 1000 طفل يولد أو يولدون مشوهين سنويا بسبب الأسلحة الأمريكية. السؤال هنا،
هل من رعاية صحية مقدمة من قبل الحكومة لوقف هذه الظاهرة؟ نعم، في الحقيقة هذه مصيبة أخرى تضاف إلى المصائب التي ابتلي بها العراق منذ عام 2003. كما تعلم مدينة الفلوجة من المدن التي تعرضت إلى قصف باستخدام القنابل التي تحوي على اليورانيوم المنضب وكذلك الفسفور الأبيض وغيرها من الأسلحة الجرثومية المحرمة دوليا. لذلك وبشكل يومي تسجل مستشفى الفلوجة ولادات مشوهة لأطفال يولدون بدون امتلاكهم للأطراف السفلية أو الأطراف العلوية، وكذلك يعني تشوهات خلقية يعني شيء عجيب وشيء مؤسف للغاية للأسف يعني. لكن مع ذلك الحكومة لم تقدم مرة أخرى أي شيء يذكر لهذه العوائل. المستشفيات للأسف يعني تفتقر إلى الخدمات الطبية اللازمة لمعالجة هذه الحالات، وكذلك المستشفيات ما زالت مدمرة والمبالغ المخصصة لهذه المستشفيات إما أنها تسرق أو أنها لا تصل لهذه المستشفيات. إذن الصحفي العراقي أحمد الجميلي كنت ضيفنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.